شرف على الرأس كبير من هي وصغيرة وبعمر 13 سنة التقت بمدربة الحالة وتعمقت أكثر برأس الهيب هوب. بأيلول 2012 فازت بالميدالية الذهبية من الأكاديمي دانس ديبارتمنت بعد أخذت دروس مكثفة بالجمباز بالمركز الروسي بلبنان. شاركت بتنظيم الحفل العالمي للهيب هوب يلي صار بنيسان 2013 لأول مرة بلبنان. هي حاليا بتساعد بتصميم الرأس بمسرحيات للأب فادي ثابت. خلينا نتعرف سوا على آلاء غلايني. هلا اهلا وسهلا فيك. تفضل هلا غلاييني. مساء الخير. مساء النور. ترقصي هيب هوب من اي عمر؟ بلشت 9 سنين. بس اكيد ما كنت محترفه يعني، بلشت لحالي وأكيد على مراية. بعدين like 4 years ago تعرفت على my coach تاتيانا زين، بوجه لها تحية كتير كبيرة. لو ما هي أنا ما كنت قدرت أوصل لهون، كوز في فترة كنت مضطرة أني أوقف وهي ضلت وراي. آخر عمل لإلك هو ميوزك فيديو عم ترقصي فيه الهيب هوب، عم تعرفينا أكثر على الهيب هوب. رح نتابع سوا الميوزك فيديو ودغري من بعده مباشر بحديثنا. برنامج وكمان هو اخرجك هيدا الميوزك فيديو. هلا غلاييني، كل الاشخاص اليوم عم بتتابعك على التلفزيون وكل الاشخاص اليوم حابه تطرح السؤال، لانه اليوم انت بالنهايه شخص كونتروفيرشل، بدنا نقول القصص مثل ما هي. اليوم حضرتك متدينه، حضرتك بتلبسي الحجاب، بس بنفس الوقت بترقصي هيب هوب. خبرينا شوي اكثر عن هيدا الموضوع، كيف انت قررت تخوض هذا الموضوع وكيف تقبل المجتمع حواليك بداية بعائلتك؟ اول شيء لما بلشت هيب هوب ما كنت مفكرة انه بالمجتمع، ولا كنت مفكرة اني انا محجبة، ولا كنت مفكرة باي شيء، لان لما الواحد بيخوض هيك تجربة بيكون عم بيفكر هو كيف بده يعبر عن هيدا، اذا فينا نقول هو بالنهاية نوع من انواع الرياضة يعني. إذا شفتوا كمان في كتير تعب يعني، وإنه في كتير جيمناستكس بيسكس ومزبوط، فإنه أكيد ما كنت مفكرة بالموضوع. بس بعدين لما بلشت أخذها بروفيشنال أكتر صرت واجه بعض الصعوبات، اللي هي إنه صاروا people يطلعوا إنه محجبة أوكي ليه عم تطلعي on stage. أنا هون أنا ساعتها بلشت أطرح علامة الاستعجاب، انا كنت اخذتها كثير عاديه. انت في رساله من ورا هالشيء اللي عم تعمليه؟ اكيد كل واحد في يرقص، ما خص اذا ما خص دينه، ما خص هو انه في شيء بالدين بيمنع هيدا الشيء يعني فعلا؟ هو كدين ما في شيء بيمنع ولا نوع من انواع السبور،
بس العالم كتير بتحكي وكتير بتعمل اشياء من اشياء صغيره بتعملها كتير كبيره. نعم نحكي بس على الرقص منه بس سبور، الرقص هو طريق من طرق التعبير. مزبوط. وطرق التعبير كمان لابد منه فيه شوي من الاثاره. اليوم حضرتك متدينه وكمان محجبه وعم بتخوض هذا النوع من الرقص، يعني ما بدنا بس نركز على الهيب هوب يلي هي الرقص، هل صار في تناقض نوعا ما بالمعتقدات يلي انت ربيتي عليها ويلي انت بتنتمي لها؟ انا في اهلي هن حطوا لي قطر ومشيت عليها، يعني انا ما باخذها مثل ما كثير بفوت فيها كثير للاخر دين، لان بالنهايه كل واحد عم يعمل اللي هو بحسه. اذا بدي اخذها كثير دين ميبي في اشياء بدها توقفني، بس ما في شيء بيقول انه لا لانك انت محجبه ما لازم تخوضي هيك تجربه. في حدا هاجمك؟ ما هاجموني بطريقه هيك انه لا يهاجموني لإلي كشخص، يعني انا لما اطلع اون ستيج انه ايه يوصلوا حكي للكوتش تاعيتي بالكومبيتيسيون او اي شيء كنت عم بعمله انه كيف بتحطيها بالكوريوغرافي تاعيتك، وحتى انه كمان مثلا يجي انه موفيز او شيء ما اقدر اكون فيها لان انه انا محجبه، يقولوا لي لا ما فيكي انت تكوني دانسر بالموفي. يعني في ليميتيشنز عم بيصير بسبب هذا الموضوع. مزبوط. طب انت شو مفكره لبعدين؟ يعني اذا هلا اوريدي شايفه عندك هيك مثل عندك حصر وانت بدك بركي بعد اكثر تفجري هيدا الشيء وبركي بدك تسافري تطلعي لبرا، يعني شو عندك طموحات بالهيب هوب؟ اكيد انا بدي كفي وما بفكر شيل الحجاب ولا بفكر انه وقف رقص كرمال هول القصص اللي عم بتصير، مكفيه للاخر و لوين للاخر؟ حتى لو كان في هالضغوطات اللي عم بتصير، بالنهايه اذا انا ما دافعت وانه ما ارجيت انه هيدا الشيء شيء حلو، يعني بالنهاية نحن عايشين. شي مرة استشرت مراجع دينية سنية بلبنان سألتيهم هل الشيء اللي عم تعمليه صح أو غلط؟ صراحة لا. ولا هن تعرضوا لي؟ لا إنه هيك إنه كشارع وهيك، لأن أصلاً أنا ما كتير اللي حوالي بيعرفوا إنه أنا هيب هوب دانسر، يعني أنا بعدني لليوم مخبية حالي. هل هذا يعني بس كمان اليوم أنا بس بدي أهلك ما بيعرفوا هذا الشيء؟ بلا أكيد. انا اهلي هن اللي شجعوني واكيد بوجههم تحيه كثير كبيره. انا بدي اقصدك انا جاي من نفس الباك جراوند تبعك، بس انا على من فتحي زياده عن زوم، بس بدي اقول انه نحن عنا بديننا اللي انت هلا ما عم تقولي انه ما في شيء محظور غير اذا كنت عم تعمليه مبتذل. مزبوط. وانا ما شايفه شيء فيكي مبتذل، بالعكس انت عم تفرجي صوره الاسلام بطريقه كثير حلوه. ف سوري. صحيح، برافو. سوري. لازم نحن كاسلام العالم الاسلام يدعمك لتكوني هالواجهه الحلوه مش الواجهه المتطرفه. وانا اكيد انه بلبنان انا اكيد انه بلبنان اذا شافوكي اعلى السلطات الدينيه ما رح يتعرضوا لك لانك بلبنان. نحن الاسلام عندنا بلبنان منفتح ولا مره كان متطرف. انا اكيد. للاخر جورج حرب، انا بلاقي انه ما في اي تناقض او انكومباتيبيليتي بين التدين والحجاب ورقص خاصه مثل الهيب هوب. بهني اهلك على انفتاحهم وعلى دعمهم اليك، بهنيك اليك على شجاعتك، بتمنى لك كل التوفيق. زينة من الاخر. ألا انا كثير بحترمك وبحترمك انك عم ترقصي والحجاب على راسك اكثر، وانت اثبتتي انه بالفن الفن ما له لا لون ولا دين. برافو. انا بقول لك اول شيء الله يوفقك باللي عم تعمليه ان شاء الله توصلي، وهي لعائلتك اكيد لانه حضنتك. ريما نجار، انا بلاقي انه ما في شيء غلط ابدا باللي عم تعمليه، بالعكس عم تلحق الباشن تبعك وانا بهنيك. مورو لكادي، هيدا ثامز اب كثير كبير لك ولشجاعتك، وانه تحديتي السوسايتي تبعتك وفرجيتيهم انه في دين ما بيلغي الفن ولا الفن بيلغي الدين. برافو. هلا خليني قديش انت حبيتي تروحي على الفاسون تبعيتك وهي الرقص وهذا هو الشغف اللي عندك اياه، بس ما خليتي حاجز التدين يقدر يمنعك من وصول لهدفك ولا حلمك، بس انت بنفس الوقت انسانه متدينه جدا، على امل تضلك عامله هيدي البالانس بين الاثنين، لانه في خط رفيع لحتى تفقدي هيدي البالانس. بتخيل اليوم زبطتي هيدا الخط ونقيت الطريقه ونقيت الاسلوب اللي عم بتعبري فيه بالرقص اللي هو الهيب هوب اللي هو بعيد
هيدا الاغراء عنه نوعا ما. على امل ضلك محافظه على هيدا الليفل وهيدا البالانس اللي انت مت فيها. انا بدي اقول لك برافو لكل شيء بتعمليه وشكرا كثير لوجودك معنا. جزاك الله كثير كبير لمشعل صليبا اللي ساعدني على الفيديو كليب، واكيد لكم كلكم بتعقدوا. ثانك يو عن جد، هيك اتس ا بليزر انه انا كنت هون اليوم. ثانك يو ثانك يو على